سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم بغيت نقترح لكم بعض القنوات اللي تقدروا تستافدوا منهم بزاف، مثل القنوات ديال فصالة، مثل القنوات ديال راندا، ديال طارز، ديال بزاف ديال الحاجات اللي تقدروا نتوما تستافدوا منهم من غير القناة ديالي. اول حاجة بغيت نقول كنشكركم بزاف 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 اللي الدعوة ديالكم مع الوالد ديالي، وكاينه بزاف د البنات كيسقسيوني كيف هو الاخبار ديال الوالد ديالي. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق انه فاق من الغيبوبه، ولكن الجلطه تسببت له في شلل نصفي. يعني حنايا كيف ما كتعرفوا يعني متبعين الترويض، واللي كنعرفوا جميع هي ولا مرتنا شي واحد في الدار ديالنا كانها مرتنا كاملين، يعني كاملين كنكونوا مراتين، لان ديك الواحد كيكون عزيز علينا سواء الاب ديالك او الام ديالك او الاخ ديالك، يعني كيكون بحال اللي وقع لك نسينا. والحمد لله على كل حال حاجه اللي كتجي من عند الله كامله فيها خير. غنرجع لكم من الموضوع ديالي. انا نقترح لكم بعض القنوات. كاين البنات اللي يقول لي كيفاش نتينا عندك قناه وكتقترح قنوات اخرى. انا بالعكس، انا عندي عادي تفرجوا قنوات اخرين، لانني انا ماشي الهدف ديالي هو نجمع لي فيو باش نربح فلوس. لا، انا اول حاجه عملت هاد القناه هادي في سبيل الله، لان الحمد لله بنادم يخلي شي حاجه للاخره ديالو او شي حاجه شي واحد يدعي له كنفرح بزاف بزاف، قسما بالله لا كنفرح ملي كنشوف شي كومونتير. اختي عمري ما ننسى الخير ديالك، اختي انا تعلمت منك بفضل الله ثم بالفضل ديالك، يعني رجعت خدامه على راسي. هذه كتنسيني بزاف ديال الحاجات والله، اكثر من المحنه ديالي انا. وكنشوف الكومونتيرات كنا فرح الواحد كنحس بها كتدعي لي من القلب ديالها. انا قلت لكم انا وقفت الفيديوهات، انا شنو كان عندي فيديوهات بزاف شنو ما بغيتش ننزلهم دقه واحده، لان قلت باش ندم ما تشوفيش بزاف ديال الفيديوز وما تفرجوش بزاف، بغيت نعملكم وحده وحده. ودابا جبرت عندي بزاف كثر من 20 فيديو، وشنو بقيت دابا ملي كنكون جالسه كننزل فيديو. اما انا الجديد ديالي باقي ما نزلتوش، لان صراحه ما عنديش الرغبه في التعليم ولا في الخياطه ولا في حتى شي حاجه. القنوات اللي قلت لكم هما انا كتعجبني بزاف واحد الاخت كتعمل تنبات، وهي قناه عادك بانت، ولكن الصراحه عند الجديد وكتعجبني حتى الطريقه التقنيه كيفاش كتعدل، كتعجبني صراحه. هي اسمها ام كاميليا، عندها التنبات ديالها مزهون. كاينه ام سعد، كيعجبني كروشي ديالها، الطريقه ديال التعليم ديال الكروشي ديالها، يمكن حتى هي عندها التنبات او الطرز، المهم انا لاحظت كروشي، عندها كروشي مزهون. كاينه قناه فستاني اللي هي الاخت منى، كيعجبني حتى هي الطريقه ديال التنبت ديالها، عندها الراندا والتنبت، التنبت ديالها كيعجبني، كتعمل الورادي ديال 3D، يعني بزاف ديال الحاجات وكثره دابا الحاجات اللي كتواكب الموضه. كاينه قناه ام سلمان اللي هي مختصه في الصاله، كيعجبني حتى هي الفصاله ديالها، طريقه الفصاله ديالها. كاينه ابو يحيى، عنده الفصاله ديال البلدي مزيانه الصراحه، والا تعلمتي منه يعني صراحه تقدر تفصل راسك. كاينه القناه صنعاء كنز، صراحه هي عندها فيديوهات الفصاله كيعجبوني، حتى الطريقه ديالها بسيطه ومزيونه. كاينه الاخت ام عمران، يعني اللي بزاف كيعرفوها، ديال الراندا، طريقه ديال الراندا ديالها مزيونه. وكاينه الاخت ام ادم، حتى هي الطريقه ديالها التعليم مزيونه، وكيعجبني حتى هي عندها التنبت ديالها حلو والراندا ديالها مزيونه. كاينه بزاف ديال القنوات صراحه، بزاف ديال القنوات، واللي كننصحكم بزاف كاينه هادو، يعني اغلبيه انا قلت لكم هادو مغاربه. وإلا عرفت شي جديد، يعني بزاف ديال القنوات كنسالهم الاسماء ديالهم، إلا عرفت شي قناه نقدر نقولها لكم. وحاولوا تفتشوا على القنوات الغربيه،
علاش القنوات الغربيه؟ لان كتجبرهم واحد التقنيه، واحد الدقه في التعليم الصراحه اللي حنايا باقي ما وصلنا لها شي. يعني كيتعلموا بالخطر ويوريوك شي حاجه زايدين علينا اللي تقدروا تستافدوا تمام منهم. تقدروا تعملوا امبرودري، تعملوا بيغلاج، يعني نحاولوا تعملوا بزاف ديال الحاجات. واخا ما تعرفوش اللغه انت نشوف لها في يده وشوف، حاول تعمل ان شاء الله تتعلم. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وكنتمنى تكونوا تستفدوا من هذه الحرفه هذه، سواء يعني اي حرفه قريبه نقلبكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا.